أخبار جامعة سوهاج في الفترة من 9 إلى 16 من سبتمبر 2023. عقب زيارته لمحافظة بني سويف، رئيس جامعة سوهاج يشيد بزيارات فخامة الرئيس السيسي لمحافظات الصعيد، ويؤكد أن الجامعة تشهد طفرة هائلة من الإنجازات ودعم غير مسبوق. بحضور وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة، رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات المصرية بحلوان. رئيس جامعة سوهاج يهنئ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي لحصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة إيست لندن. بدء الدراسة ببرنامجي اللغتين الإنجليزية والفرنسية والترجمة التركية والفارسية بآداب سوهاج. فوز فريق جامعة سوهاج لكرة اليد على نظيره من جامعة السويس ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية 13 بحلوان. طائرة جامعة سوهاج طالبات تفوز على جامعة أسيوط بثلاثية نظيفة خلال مشاركتها بأسبوع شباب الجامعات المصرية بحلوان. منتخب الشطرنج بجامعة سوهاج يحقق الفوز في الجولة الأولى والثانية في منافسات أسبوع شباب الجامعات المصرية بحلوان. جامعة سوهاج تفوز على جامعة المنصورة في كرة القدم الخماسي في منافسات أسبوع شباب الجامعات المصرية بحلوان. لصقل مواهب الطلاب، جامعة سوهاج تبحث أوجه التعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي. جامعة سوهاج تحصد الميدالية الفضية في شعر الفصحى بأسبوع شباب الجامعات المصرية بحلوان. جامعة سوهاج تفوز على جامعة العريش في تنس الطاولة مختلط 3-0 ضمن منافسات أسبوع شباب الجامعات المصرية بحلوان. جامعة سوهاج تحصل على المركز الثاني في الألعاب الترويجية الجماعية بفعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية بحلوان. صعود جامعة سوهاج لدور الثمانية في تنس الطاولة بأسبوع شباب الجامعات المصرية بحلوان. طائرة جامعة سوهاج طالبات تهزم المنوفية وتصعد لدور الثمانية بأسبوع شباب الجامعات المصرية بحلوان. فريق جامعة سوهاج لكرة القدم يتفوق على جامعة الجلالة ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى في منافسات أسبوع شباب الجامعات. فريق كورال جامعة سوهاج يشدو ويعزف أجمل الألحان في أسبوع شباب الجامعات المصرية بحلوان. جامعة سوهاج تحصد المركز الأول في الألعاب الترويحية الفردية بفعاليات أسبوع شباب الجامعات بحلوان. ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية، جامعة سوهاج تشارك في القافلة الطبية التي انطلقت لمنطقة زرايب 15 من مايو بحلوان. بروتوكول تعاون بين جامعتي سوهاج وألدنبرغ بألمانيا لإنشاء وحدة للكشف المبكر وعلاج ضعف فقدان السمع للأطفال حديث الولادة. جامعة سوهاج تحصد المركز الثالث في مسابقة المراسل التلفزيوني بأسبوع شباب الجامعات المصرية. الأحد 17 من سبتمبر بدء تسكين الطلاب والطالبات بمدن سوهاج الجامعية. خماسي كرة قدم جامعة سوهاج يصعد لدور الثمانية بأسبوع شباب الجامعات المصرية بحلوان.
جامعة سوهاج تصعد لنهائي سباق 100 متر طلاب ضمن منافسات أسبوع شباب الجامعات المصرية. فريق جامعة سوهاج لكرة السلة طالبات يفوز على جامعة دمياط ضمن منافسات أسبوع شباب الجامعات المصرية. رئيس جامعة سوهاج ينعي ضحايا زلزال المغرب وضحايا إعصار دانيال بليبيا. بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل ختام أسبوع شباب الجامعات المصرية 13 بجامعة حلوان. استمرارا لمشاركتها الفعالة بمبادرة حياة كريمة، جامعة سوهاج تطلق قافلتها التنموية لقرية الديابات. جامعة سوهاج تشارك في فعاليات قمة هواوي مصر للتعليم العالي 2023. جامعة سوهاج تقدم 217 منحة دراسية مجانية لأبناء سيناء. جامعة سوهاج تحصد الميدالية الذهبية لأفضل عرض تقديمي لفكرة بحث علمي بأسبوع الجامعات المصرية بحلوان. الدفعة 28 لطب سوهاج تتبرع بجهاز موجات صوتية للعناية المركزة بقسم التخدير بالتعاون مع مصر الخير. الميدالية الذهبية لجامعة سوهاج لأفضل مقترح لهاكاثون التغيرات المناخية بأسبوع الجامعات المصرية بحلوان. اتفاقية تعاون علمي وبحثي بين جامعتي سوهاج والزاوية الغربية بليبيا. النعماني يصرح تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب الوافدين الليبيين وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم. برنامج تدريبي لأطباء جامعة سوهاج بمستشفى إيفانجليش بألمانيا تمهيداً لافتتاح وحدة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع للأطفال حديث الولادة. رئيس جامعة سوهاج يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة للمستشفيات الجامعية. لانتظام سير العملية التعليمية تكليف وكلاء جدد في 6 كليات بجامعة سوهاج. غدا مصطفى بكري في ضيافة جامعة سوهاج